عبد الله معيوف، فيصل الدخيل بتروح منه، بياخذها سير، كره معاه سير جهه الشمال، داخل معه محب جمعه، وسير محب جمعه بيرفعها بيصلحها مره ثانيه فيصل الدخيل، كره مع فيصل الدخيل ومحبوب جمعه، وتوصل مره ثانيه للفريق ويلز، كره مع ويلز، براين فيلين الى بيج بيلعبها، محبوب جمعه بيرفعها براسه، توصل بايد احمد طرابلسي حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي. عبد الله معيوف، رضا معرفي، عبد العزيز العنبري، رضا معرفي ايضا العنبري، يباصيها الى تيريورث الى براين، الى تيريورث الى جو جونز، طويله الى توشك، عبد الله معيوف، فاروق حمد يلعبها قدام ما بين بيج، الى يردها الى حارس مرمى بيج، الى فيليبس حارس المرمى يلعبها عطوه الى جو جونز، الى جيمس ليتون جيمس، الى فيليبس كاريور، عبد الى رضا معرفي، حمد بو حمد، عزيز العنبري، جاسم يعقوب بيعدي جاسم، حلوه من ابن، وجاسم عدى كره معاه، دخل جاسم يصلحها في عرض الملعب، انما توصل الى مدافع البريطاني خمسه فيليبس، يلعبها الى ابن، وابن بيردها الى حارس مرمى اللي هو فيليبس، اللعب مره ثانيه، وتوصل كره الى جهه الشمال الى تيريور، وباقي خمس دقائق تيريور الى براين فيلين، الى جيمس، حسين محمد يقطعها منه وبيطلعها منه برا الملعب، او بعض الجاليات ما قلت لكم اللي جاي يشجعون فريق منتخب ويلز، توصل الى عبد الله معيوف، الى رضا معرفي، ايفن بياخذها لكن تطلع كره برا الملعب، رضا معرفي، اللعب الى فاروق، فيصل الدخيل اوت، صح مساعد الحكم فعلا ضربه ريم، فيصل الدخيل، ايفن فيليبس، بيج الى سير، بيتر سير، محبوب يقطعها، محبوب توصل ما بين ابن اللي بيطلعها برا الملعب، فيرمي نفسه عليها، رضا معرفي نزل، رضا معرفي نزل، سلطان يعقوب ما زال يسخن، الظاهر انه ايضا في تبديل سلطان يعقوب اللي انضم لمنتخب الكويت الاهلي اخيرا بعد اصابه ابراهيم دريهم، حتى يكون في اثنين في كره مع رضا معرفي، ما اخذها رضا معرفي كره معاه، بيلعب رضا معرفي باصيها غير سليمه، توصل الى ايفن بيقطعها مره ثانيه، حمد ابو حمد اللي بيحاول يعدي ويطلعها منه المدافع وتطلع كره برا الملعب، كورنر لمنتخب الكويت الاهلي، كورنر، سلطان يعقوب ينزل والحكم في تبديل، ومد في اللعب الحكم عبد الوهاب البناي الحكم الدولي، وطبعا تعرفون الاتحاد الكويتي طبعا اللي بيرعى اللعبه برئاسة الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد، والأعضاء اللي معاه بالحقيقة أيضا السنة اللي كان في دورة للحكام أقيمت في إنجلترا واستفادت كبيرة منها، كان من ضمن عبد الوهاب البناي الحكم الدولي، في نفس الوقت أيضا دراسة أقيمت للحكام أيضا درجة الثانية والثالثة في القاهرة، وكان أيضا فيها استفادة، وكانت في اسكندرية دراسة، والحمد لله وصقل كبير للحكام أنها تلعب كرة تصفر مرة ثانية، توصل جهة اليمين، توصل إلى 15 اللي هو توماس، وتوماس بيلعبها قدام لكن قريب عيمها، محبوب جمعه، كره مع محبوب،
ماخذها وماشي محو جمعة بيلعبها الى حسين محمد. حسين محمد كره مع حسين محمد. حسين محمد لفتحي كميل. فتحي لحسين محمد مره ثانيه وحسين محمد مره ثانيه الى عبد الله معيوف. والسبع دقائق او الثمان دقائق الاخيره من الشوط الثاني من المباراه لحد الان مع سلطان يعقوب. سلطان الى حمد ابو حمد. سلطان يعقوب مره ثانيه الى عبد الله معيوف. وعبد الله معيوف كره معه. عبد الله بيلعبها لفتحي كميل. وفتحي اللي بيحاول يعدي كره في النص مع فتحي. كره معه بيلعبها فتحي الى سلطان يعقوب مره ثانيه. سلطان كره معه بيلعبها سلطان الى فاروق ابراهيم. فاروق الى عبد الله معيوف الى العنبري. والعنبري بتروح منه بياخذ سلطان يعقوب مره ثانيه. كره مع سلطان ماخذها مع سلطان يعقوب يم العنبري. سلطان يعقوب كره معه. سلطان بيلعبها مره ثانيه الى سعد الحوطي. سعد الحوطي بيلعبها الى حمد ابو حمد. حمد كره معه بيلعبها سلطان يعقوب مره ثانيه جهه الشمال. كره مع سلطان ماخذها مع سلطان يعقوب وبيلعبها تضرب في اللاعب ويلز وبياخذها اربعه جون مهوني وبيلعبها لعبه شاهين قبل. يعني حتى في انجلترا لعبه شاهين قبل يعني معناها فوز. فوز وديها فوز تطلع كره برا الملعب كورنر. منصه رئيسيه كانت قبل شويه وفيها كبار المدعوين وفي ضيوف ايضا من المملكه العربيه الشقيقه بيحضرون ايضا المباراه.